عسلامة. عسلامة. حد منا يروح؟ أنا الحبيب الساحلي، نسكن في المروج 5، فهمت؟ نخدم في السبابط. اليوم باش نحكيو على الصناعات التقليدية واللباس التقليدي. أنا نخدم في الشلايك التقليدية، نبيع فيهم النهج القصبة، نبيع فيهم السوسة، الحمامات، فهمت؟ نابل. توا قاعدة ماشية الصناعات التقليدية، إذا كان تلقى شكون يخدمها. إذا كان تمشي الكبار تذيع. شوف أنت توا في بحدا جامع زيتونة تلقى الكبار هما اللي يخدموا. وما يحبوش الصغار يتعلموا الصنعة. فهمت؟ توا يخرج لك من المكتب ديلك تمشي. أما يهمل في باش يلعب الكورة ولا يهمل باش يتفرج في الصيد ولا من، أما بالخدمة حبوش يتعلموا. احنا كنا صغار كنا نتعلموا. نسكن انا في البيقة وقت اللي كنت صغير، نخرج من المكتب دار جلد نمشي نتعلم الصبابط عند مسلمين ويهود كانوا في الحفصية، فهمت؟ توا قداش عمرك؟ وقت عمري انا 8 سنين 9 سنين نتعلم في الصنعة. راهو للي كبرت تعلمت الصنعة، وليت نخدم صبابة الرجال كي كبرت، وليت 18 سنة و 17 سنة نخدم في صبابة الرجال. كانت وقتها صبابة تخدم وصناعية وكل شيء، فهمت؟ ويخلصك. وقتها كان الكسكروت ب 25 فرنك، وال معناها يعطيك 12 دينار في الجمعة. شوف أنت يشدوك ويعملوا لك كل شيء. توا ما عادش، توا ما يحبوش يتعلموا. جيب ولد باش تعلموا، تقول له راك راهي الصنعة راهي اللي تقعد لك. أنا يعني توا كان مصنع ديما نجمش نعيش، فهمت؟ انت كنت صغير كان الوالد معناه يشجع فيك على انك تعمل صنعه، ولا انت غرام وحدك هكا كنت تتبع في شكون؟ انا شوف الوالد كانت عنده وصورون في البيقه يخدم فيه بحدا جراج العايش. امي هي اللي حطتني في الحانوت نتاع صبابتي، والله يرحمها وينعمها، فهمت؟ هي اللي علمتني الصنعه. انا توك خرجت من الدار وهز السلعه تو نوريك كعبه منهم، الرحم عليها خاطر هي اللي علمتني صنعة. وتوا معناها اي خدمه اللي هذا يحب يخدم في اداره، يحب يخدم في معناها يولي يحرق الايطالي، يحب يمشي لش اسمه، لا انا ما نعملهاش الحكايه هذه، فهمت؟ توا علاش ما نعملهاش؟ على خاطر صنعتك هي اللي توصلك. انا عملت دار في المروج منين؟ من صنعه سباب. كنت حال في حي الحرس في باردو، وشاركت في ادخار السكن وقت اللي كان ادخار السكن، فهمت؟ وعملت دار وتوا لاباس، ولدي معرس وعنده زوز ولاد، وولدي الاخر معرس وعنده زوز ولاد، وبنتي معرسه وعندها زوز ولاد، فهمت؟ توا نحكي لك معناها راهو اللي يحب يوصل راهو يوصل، مش راهو العباد باش تعطيك ما تعطيكش. توا النجاره ما يحبوش يتعلموا، كان يخدموا فك اللمنيوم ما يحبوش يتعلموا، وهي صنعه راهو. وبرا ماخذيه ما قريتش انت وما وصلتش، تلقى صنعتك ما بين يديك، فهمت؟ توا هذيك شنو الحاجه الباهيه. توا ها نخدم مع نهج القصبه، كان تمشي تشوف سلاتي تلقاها معلقه، والحمد لله نصورش دينار في الزوز يساعدني. نهز مثلا 20 كعبه نصور 20,000، مش خدمه هذه. وعندي شهريتي توا نتاع لانتريت ناخذ فيه، فهمت؟ زاد الرئيس الله يرحم والديه زادنا كل 40 دينار، فهمت؟ الحمد لله زاد تمنعتنا شوي. توا ها نهز السلعه في يدي نبيعها نهج القصبه، عندي كليونات غادي نمشي نجيب شويه سلعه نعاود نجدد نخدمها ونبيعها، فهمت؟ يعني هنا الصناعات التقليديه اللباس التقليدي يعني مازال العباد فما اقبال عليه؟ فما اقبال، نعم. ريت كي تسخن الدنيا مثلا وتجي العرايس الناس كل تولي تحبها الصناعات التقليديه. توا الناس كل ولا تلبس فيها صناعات تقليديه، ما عادش يمشيوا يلبسوا حاجات اخرى. ما تشوفهاش اللي هي موسميه مثلا تجي موسم؟ والله لا، والله تخدم عام 12 شهر، فهمت؟ توا شباب شنو موسميه في الصيف تكثر اكثر. قلت لي فما اقبال عليها؟ فما اقبال، نعم. توا برا مشي نهج القصبه تلقاها معبيه بالعبيه، وعندنا توريست يجيو يشريو، فهمت؟ توا يحبوها الصناعه التقليديه، يهزوها معناها كيما حاجه يحطوها في ديارهم ويقول لك جبتها من تونس، فهمت؟ توا احنا الشباب نتاعنا ما يحبش يخدم، ما يحبش يخدم، يحب هاو باش تربح فلانه هاو باش تربح فلتانه وكهو، فهمت؟ توا والوالدين ما عادش لها يا بولادها ما يهموش فيه، يخرج ما هو من المكتب يخرج من الليسي ما يهموش فيه، فهمت؟ توا ها نخزر لهم توا انا في المترو معناها يحب يطلع وما يقصش تذكره، تذكره ب 500 فرنك ما يحبش يقصها. علي تنجم تكون عنده ظروف، تنجم تكون عنده ظروف قليله مش الخمسة. لا انا نقول شوف حاجه قليله، لكن ساعات فما شكون ما عنده. نقول والديهم تعطي فيهم في الركوب، اما يشري بيهم الدخان. عايش بنتي راهو هذيا سني انا عليها، انا مخالط برشا عباد ونعرف. انا للان لا نتكيف لا نشرب لا نهم، فهمت؟ ملي كبرت ملي صغير توا
غزل لي انا تو عمري 73 سنه قدامك راه ونخدم لتو وفهمت والحمد لله فهمت علاش نقول لك لا لا ليه 73 ماهوش واحد تو 73 ما يجمش يمشي علاش من الدخان ومن الشرب فهمت وقت انت تستحضي على بدنك تعيش لاباس عليك وقت تحب تهلك بدنك وفات الحكايه فهمت اختي انت معناها عندك تجربه كبيره ما شاء الله مع الصنعه هذه يعني ما حاولتش انك مثلا اولادك انك تغرمهم بهم ولا خليتهم على راحتهم ولدي عنده كافيتير يحلها مزاكي يحلها خذا قرض من عند الحاكم معناها عاونوه عطاوه ماكينات وعطاوه كل شيء وهو يخدم توا في المروج الولد الاخر عنده حانوت حجام فهمت قريته وقت اللي قال لي بابا ما عادش نحب نقرا في السيزيام قلت له مالا شنو تحب تقرا تخدم معايا قال لي لا بابا علمني الحجام ها والله عنده حانوت في المروج معناها ستة ولا مروج خمسة باش نبس صالح حل ولبس عليه وفي خير ونعم فهمت الطفلة زادة تخدم معناها في واحدة في روضة تطيب لهم في الماكلة وتعملهم في كل شيء وتصور في شهريتها انت كي ولادك تعرفهم وين يمشيو وين يجيو وتربيهم راهو يتربيو راهو واذا كان تصيبوا على طول ولا ما هو انا صاحبي هذا ولدي صاحبي لا لا ما هو صاحبك هذاك ولدك اذا كان ما ترجعوش انت راهو ما يرجعش راهو فهمت توا انا ولادي قلت لهم تعلموا صنعتي قالوا لي لا بابا خلينا احنا كل واحد يمشي في بلاصه امشي هو لاباس عليهم توا فهمت توا انت قلت لي الصنعه معناها كانت الوالده عندها الفضل عليك بالنسبة لزوجتك معناها كيفاش كانت مع علاقتها مع أولاد؟ لاباس عليها فهمت؟ تقترح عليهم معناها بخصوص عندها وإلا لا تسبهم لا تضربهم لا تقول لهم حتى شيء تقول لهم عايش وليداتي راه نحبكم نحبكم في حاجة باهية وما نحبكمش تشدوا الحبس ولا ترسيلكم واحد من الأولاد عمره ما وقف قدام حاكم كانش باش يطلع بطاقة تعريف ولا باسبور فهمت توا؟ فهمت هذا هو بالنسبة للصنعة هذه أكيد فما ساعات شوي صعوبات مثلا ولا تعب ولا شنو أكثر حاجة معناها تحس فيها ساعات تعب شوية مثلا الخدمة هذه المجال هذا الصناعي خصوص الصنعة شو نقول لك أنا قاعد وقت اللي نمشي نعرف كيفاش وقت اللي نمشي أنا باش نشري السلعة نعرف شنو ناخذ كي أنا ما لقاش اللون هذاك ناخذ لون آخر نبدل ما عندي صعوبات عندنا كل شيء في تونس فهمت توا عندنا كل شيء فهمت البارح مشيت انتخبت فهمت حطيت اللي نحب انا فهمت وروحت على روحي رجعت نخدم على روحي عطاو باقي نكمل انا وياك نوريك السلعه اللي نخدم فيها فهمت وكيفاش عندي برشا حاجات فهمت اكيد ديما معناها تتلوج مثلا على التطوير مثلا عندك توش مثلا تزيدها افكار والا كيفاش معناها ديما الكل في مخي فهمت نعمل حاجات كلهم من مخي كي نعملهم قدر كيفاش تجيك معناها الافكار تجيني افكار مثلا ناخذ القماش الفلاني نجرب ونعمل كعبتين معناها زوزين يطلعوا نهزهم للكليونات نتاعي يقول لي يزيد جيب لنا منه يجرب منه يجيب ياخذ 10 كعبات 12 كعبه يلقاها مشي يعاود يعاود فهمت تو في كلمة أخيرة شنو تحب تقول مثلا شكون بالنسبة للشباب والصنعة؟ والله الشباب في تونس كان يعمل عقله ويرزم ها فيقول لي أحسن شباب في العالم خاطر بلادنا باهية أشنو اللي تلقى فيها بلادنا باهية السراق والعباد اللي قاعدة تزيد في الماء في الحاجات في مثلا تو البطاطا ياخذ فيها ب 2500 مثلا تو أنت جاي في كرهبة تتكلف لك ب 7000 افهم أنت تو جاي في كرهبة تشري في كيلو بطاطا ما يتكلف لك ب 7000 كل خير موجود في تونس أعرف كيفاش تقتصد وكا هو فهمت تو أنا مول البطاطا غالية ما نشريهاش لازمني نشريها لازمني ناخذ كعبه فريكاسي في تونس بدينار فهمت كيفاش؟ اذا كان واحد يخدم مخه راهو لاباس راهو انا خذيت 100 غرام جبن ب 20 فرنك وقت اللي كنت صغير فهمت توا؟ توا 100 غرام جبن ب 2500 وب 2800 قلت لك المواطن فرضا يلقى كل شيء مثلا غالي كيفاش يتصرف؟ قلت لي مش لازم يشتري مثلا حاجه يلقاها غاليه مش لازم يعني يلقى برشا حاجات ضروريه وغاليه شنو يتصرف؟ توا الحمل علوش 55 ما نشريهش نشري شويه حوت ولد بحر فهمت كيفاش انفع وخير مثلا باش نشري انا تو واش عملوا ولا الدجاج ولا يفصلوا فيه افخاذ وحدهم الزر وحده والكل الجناحات وحدهم علاش هذوم خاطر الزر حاط عليه ب 19 دينار و 900 والافخاذ حاط عليهم ب 17900 فهمت انا ما نحبش نشريهم ما نشريهمش
نعمل شوية فلفل مقلي وشوية طماطم وكعبتين عظم ونفطر، فهمت توا؟ حتى المرة أيدتني راه، فهمت توا؟ وإذا كان أنا نحب نبحر، هاتوا نبحر. بارك الله فيك عايش.